السلام عليكم شباب. وعليكم السلام ورحمه الله. صحه رمضان معناتها الحقت معك سوسو مع الحوت. سوي لي بيان فوني. الله يسلمك. نروق قبل ما نروحوا ندخلوا للمطبخ يعني تدينا بجوله خفيفه هنايا نكملوا لي زاشا واش قعدنا في المارشي ونديروا جوله خفيفه هنا في شرشال. فيها القطب الرباني شنو الشيف ديالنا هكا تفكر شويه لا نوستالجي في هذا رمضان. لا بيان سي وي. Alors, j'ai commencé ici la cuisine, à l'hôtel Césaré. Kdim, c'est 1800 et quelques, je ne sais pas. هذه الفوارة سي لا بلاس لا بلاسيت. نعم هذه لا بلاسيت تاع شرشال يعني كانت لازم اللي يجيها لازم يجي ليها. وي هنايا لازم يجي بوين فوتو ولا سوفونير. شاف راني نشوف جبتني الجامع القديم. هذا جامع قديم مسجد الرحمن. دروق من روحو. alors on va préparer العشاء ان شاء الله. الفطور. الفطور تاع رمضان ان شاء الله بربي. ان شاء الله باش ما نطولوش. باش ما نطولوش الحالة. وتشوفوا شنو حضرنا الفطور تاعنا لنهار اليوم.